على خشبته العتيقة وبين جدرانه الدافئة، مقاعد تنتظر حكاية عرض مسرحي جديد. هنا في مسرح القباني تعود عروقه تنبض مرة أخرى بعمل مسرحي تحت عنوان تصحيح ألوان، من تأليف وإخراج سامر محمد إسماعيل وبطولة يوسف المقبل وميريانا معلولي. 55 دقيقة من مسرح الديودراما رجل وامرأة، صراعات بالجملة، مفاجآت تشهدها الأحداث في هذا العرض. ما بيجوز، أنا بخجل أستاذ. حضرتك أستاذ كبير. أنا أستاذ كبير، أستاذ صغير بس القلب شباب. العرض الذي اعتمد على نوع من الفنون البصرية للتفاعل مع جمهور المسرح. هالمرة حبيت اشتغل، حتى هون سينوغرافيا عاملها أستاذ أدهم سفر، فحبينا نعمل أنه طريقة العرض ما تكون طريقة عادية. فمعنى أنه بالعادة أنت جهاز إسقاط فبدي يكون عندك حكمة شاشة عرض، فكان الفكرة هون أن تكون شاشة العرض هي النافذة اللي بتطل مثلاً على الحديقة أو على الشارع الخارجي، فكانت هاي لحالها فكرة حلوة. ولا ننسى الموسيقى الخاصة والأغاني التي أكملت جمالية العرض. أستاذ سامر تواصل معي وآمن بالفكرة الشابة بوجوده بالعرض كعنصر شاب، ويعني هذا شرف لي بصراحة لحتى أشارك بهذا العرض، وعطاني حرية الاختيار بصراحة بكل شيء. أول تجربة لي كمديرة منصة أنا، وكتير استفدت. يعني أنا حضرت البروفات من أولها لآخرها، استفدت كتير، يعني تعلمت شغلات كتير من البروفات، من الأستاذ سامر ومن الأساتذة اللي معنا، أستاذ يوسف المقبل والآن سامريانا. وكذلك الفن التشكيلي الذي طبع قبلة على جبين الديكور في لوحة للفنان بديع الجحجاح. بوب ديلان ياخذ جائزة نوبل، هاي مسخرة. كاتب كلمات أغاني يحصل على أهم جائزة أدبية على وجه الأرض. تصحيح ألوان مستمرة على خشبة القباني لغاية 22 من أيار الجاري. المسرح بانتظاركم.